من قناة الميادين أحييكم مشاهدينا الكرام وأرحب بكم في هذه المقابلة الخاصة مع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ورئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب. يسعد مساك سعادة اللواء. هلا سيدي. هلا سيدي. سنحاول مشاهدينا الكرام قدر المستطاع أن نجول معكم على مدار الرياضة الفلسطينية بشكل عام، والتي نستهلها بانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي، حديث الشارع الرياضي بشكل عام، أين سيصب الصوت الفلسطيني؟ يعني شوف، احنا منذ البداية أخذنا موقف واضح وتمنينا على أمتنا العربية أن تتبنى مرشحا واحدا قادر على إعطاء قوة وزخم لكرة القدم على المستوى القاري على مستوى آسيا، وبنفس الوقت أن يكون قادر على الحفاظ على الدور العربي في القارة الآسيوية. وهذا الاقتراح يعني معظم الإخوان حتى في غرب آسيا كانوا متجاوبين مع هاي المسألة. للأسف حتى الآن العرب فشلوا في انهم يتوافقوا على مرشح واحد. احنا في فلسطين نقف يعني بالمعنى العلاقات وكذا والى اخره على نفس المسافه من يعني ليس هناك قرب من اي من المعسكرين. لا لا لا, لا 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 احنا انا بدي اقول لك شيء واحد، يعني احنا كنا نتمنى أن يقبل المرشح السعودي كحل وسط، لأنه في صراعات حلقية سخيفة في الخليج تحديدا ما لهاش مبرر. السعودية أنا يعني بقول لك بمنتهى المحبة دورها التاريخي وموقعها وكذا، وحتى سياستهم الخارجية كانت تحتم على العرب أن يقبلوا بالمرشح السعودي. الدورين الإماراتي والبحرين مستجدان يعني؟ لا مش هيك، لا أنا بقول لك ما بعتبر حدا مستجد، أنا بقول لك ل100 سبب يعني يقبلوا بالمرشح السعودي حال وسط. يعني أنا إذا بدك تيجي الرياضة وكرة القدم لا يمكن في البحرين أقدم من السعودية، مش هذا الموضوع، إنه يعني نقبل بالمرشح السعودي. ولكن للأسف ممكن أظن يعني ما فهمت إنه مرشح الإمارات تجاوب مع الموضوع، هذا بنعتبره إحنا خطأ. الآن إحنا راح نصوت، أنا بتمنى خلال اليومين الجايات يكون في هناك تطور إنه إحنا نتوافق على مرشح يحمي الرياضة في آسيا ويحمي دورنا العربي. وفي حال عدم الاتفاق وهو المرجح كيف؟ عدم الاتفاق هو المرجح. هسا احنا يعني سيقودكم الى المعسكر الاماراتي اكبر. معلش لا شوف احكي لك، احنا لن نكون طرف في معسكر، احنا يعني حنصوت للي بيخدم الرياضه، حنصوت للي عنده فرص اكثر، حنصوت للي بحافظ على دور كره القدم على المستوى الاسيوي، وبالتاكيد يجب ان يكون عربي. يعني هاي مساله محسومة مفروغ منها، وانا بقول لك احنا مش راح يكون تصويتنا سري، يعني راح يكون تصويتنا علني. ولكن برضه كمان خلي هال 48 او 72 ساعه القادمه بلكي على الله العرب يتوافقوا، او يكون في هناك توجه بشبه اجماع لصالح من. اما فلسطين لن تكون جزء من صراعات حلقيه، ولن تكون طرف في تجاذبات. يعني احنا كفلسطينيين بدنا نضل يعني لكل الناس، وعلاقتنا طيبه مع كل. عم تحاولوا ما تدخلوا بالصراعات العربيه، لكنكم شئنا ام ابينا داخلين بالصراع الرياضي مع العنصر الاسرائيلي الغاصب. يا سيدي شوف، احنا معركتنا مع الاسرائيليين في الرياضه وفي غير الرياضه هذا يعني جبهه مفتوحه، ولكن الحجم الجهد الاسرائيلي لتطويق الرياضه ومحاصره الرياضه انا بقول لك غير موجود وغير مسبوق بالعالم. الاسرائيليين اولا حركة اللاعب الفلسطيني مقيدة، حركة الإداري مقيدة، حركة الناس القادمين فرق وخبراء برضو كمان مقيدة، وصول تجهيزات واستلامها برضو كمان مقيدة، نبني منشآت حتى بتمويل. بس العلاقة مع رئيس الفيفا سيب بلاتر جيدة جدا. خلينا أكمل لك. فإحنا هاي السلوك الإسرائيلي تجاه الرياضة، إحنا طبعا هم بصراحة أنا بقول لك بدهم إنه رياضتنا تكون من خلال إسرائيل، هم والأمريكان يا خليهم يتفاهموا، وأنت يا فيفا ويا أولمبية اللي بتفاهموا علينا. لا لا لا، إحنا في إلنا كيان رياضي وطني فلسطيني، والميثاق الأولمبي هو الحكم اللي بيننا وبينهم، وإحنا بنطالب بحرية الحركة والأداء وإلى آخره، أسوة بأي كيان رياضي وطني في كل العالم. وبلاتر حقيقة يعني موقفه كثير مشجع كان. هو راح يجي لفلسطين ب4 و5 و7، وأنا بقول لك إنه ولكن المعركة راح تكون قبل، راح يكون في معركة بيننا وبين الإسرائيليين في الكونغرس، في كونجرس الفيفا، وراح يكون في معركه. ومن الان احنا، وانا امبارح رفعت مذكره لمعالي فيصل كرامي لانه هو رئيس المؤتمر وزراء الشباب والرياضه العرب، انه احنا العرب يعني تنتصر معنا. اولا يجب ان يتم مطالبه اوروبا لالغاء استضافه اسرائيل للي تحت 21، بطوله اوروبا تحت 21، وايضا محاصرة إسرائيل ومواجهة إسرائيل في كونغرس الفيفا القادم، لأنه الموضوع الفلسطيني والحصار لفلسطين والرياضة الفلسطينية راح يكون على جدول الأعمال. أنا بتمنى من أمتنا العربية ومن آسيا وأفريقيا والعالم، أمريكا اللاتينية، كلهم يقفوا معنا، ولا كلا في فيتو ولا في زفت الطين. هل تلمسون تجاوب؟ إيه فيه. أنا بقول لك أنا راح أثير هذا الموضوع بالاتحاد الآسيوي، وحقيقة في هنا بالوزراء الشباب والرياضة العرب والاتحادات. المؤتمر أدان هذه الخطوة الإسرائيلية. يعني إحنا بدنا تعرف حنعمل إجراءات، يعني هاي الإدانة بدنا نحولها إلى سياسات، وإحنا راح نعمل معركة جدية مع الإسرائيليين. وأنت بتعرف أنه إحنا الآن في أوروبا في هناك حراك ونشاط نحن نغذيه وندعمه ونشجعه لإنهاء هذه الاستضافة. وأنت بتعرف، أو إما أن كنت تعرف أو لا تعرف، حجم الضغط اللي أنا تعرضت له كبير في موضوع برشلونة. أنا هضطر إلى برشلونة ولا الماراثون في موضوع برشلونة، وأنا قلت هذا الكلام مستحيل. وأنا كمان أنا هنا بقول لك يعني إحنا بانيين آمال، ولكن معركتنا في هذا الموضوع راح ننطلق من إنه في هناك كيان رياضي وطني فلسطيني من حقه إنه يعيش. وإحنا للأمانة الرياضة في فلسطين ما لهاش علاقة بالانقسام، يعني الرياضة لكل الفلسطينيين، موضوع رياضة خاص. وفي الشتات، تفضل. موضوع الشتات رح نتطرق له بسياق الحديث، إنما حضرتك سبق وقلت أنه ستناقش موضوع مباراة برشلونة وتشاركك مع فريق إسرائيلي في مواجهة الفريق الكتالوني بنوايا حسنة، ولكنها ستكون مرتبطة بالوضع السياسي وبالمعيقات. ألم تضع نفسك في وضع محرج مع الغرب على اعتبار أنك رافض للسلام بنظرهم؟ موضوع مستقل. أنا يا سيدي البوصلة بتاعي وطني وقضيتي، مش الغرب ولا الشرق. فكرة قلت جيدة وفكرة عظيمة واللي بحكوها بمنطلقات إيجابية، ولكن لن يكون هناك أي احتكاك رياضي فلسطيني إسرائيلي لأسباب لا علاقة بالاحتلال ولا علاقة عدم اعتراف الجانب الآخر حتى بوجود لا كيان سياسي ولا كيان رياضي. وأنا يعني جوابي كان مقنع، وأنا بقول لك إنه حتى الأوروبيين تفهموا بما فيهم رئيس نادي برشلونة، تفهموا لموقفي ولعدالة موقفي. ألم يحرم الطفل الفلسطيني من مشاهدة والاستمتاع بلقاء ميسي ونجوم برشلونة بهذا الخطوة؟ يا سيدي أنا التقيت مع لاعبين برشلونة وتناقشت أنا وياهم في هذا الموضوع، وأنا بقول لك أنهم متفهمين لظروفنا. ممكن وأنا قلت لهم ممكن أنه أنا ألتقي مع لاعب ممكن قبل بيوم أو بعد بيوم يكون على حاجز يشيل حركتي. أنا بقول لك هذه الفكرة هي فكرة خبيثة من جانب الإسرائيليين، واستخدموا طيبة النادي الكتالوني وإدارته، وهذا كان ممكن يكون يعني برشلونة مش داخل باللعب. لا لا لا, على لا, 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 لا أنا بقول لك برشلونة عن طيبة. بتعرف أقول لك شيء، واحد اللي بيعمل هذا الكلام بأخذ جائزة نوبل للسلام، بس هذا لن يكون على حساب حقي ولا على حساب كبريائي ووطنيتي بأي شكل من الأشكال. هم بيقرروا وهم اللي هذا موضوع، وأنا بقول لك إنه يعني هذا أمر في التفكير فيه مش ممكن. طب كيف نحن سنستغل دعم بلاتر والفيفا؟ يحكى عن استثمارات للفيفا بقيمة 4.5 مليون دولار لدعم مشاريع رياضية في فلسطين. أنا قرأت هذا الكلام بالجريدة، وهو جاي لعنا في لمدة يومين. هو راح يفتتح استاد في طول كرم واستاد في الفرعة وأكاديمية رياضية ومقر لاتحاد كرة القدم، وراح نعلن عن ننشر كتاب 100 عام على الرياضة في فلسطين. ولكن تمويل هاي كلها مش كلها من الفيفا، مش كلها فيفا، لا لا لا, لا جزء كبير منها من ميزانية السلطة يعني. طب لماذا قد يدعم جوزيف بلاتر الرياضة الفلسطينية، خصوصا أنه كل المنظمات العالمية الرياضية حتى مسيطر عليها اللوبيات الإسرائيلية؟ يعني أنا بأتمنى أنه العرب بلا استثناء يقدروا هذا الموقف لبلاتر. كمان موقف بريء، موقف عظيم، موقف عظيم. أنا بدي أحكي لك شيء. بلاتر إجى على فلسطين قبل سنتين في ذكرى النكبة. بتعرف هاي كلمة نكبة عند الإسرائيليين هذه مرفوضة زي أوشفيتس. فهو عملنا بطولة وجبنا 10-12 فريق من العالم. هو أطلق ركلة البداية. صحيح. قال من حق هذا الشعب أن يعيش بحرية وكرامة، وهذا الجدار يجب أن يزول. وقال أنا سفير بتعيين ذاتي لصالح قضية الفلسطينيين. هل لمسنا؟ ثاني يوم لما كنا بدنا ننقله للجانب الثاني انتظر 45 دقيقة عشان يجي ياخذه واحد سرسري، أصله ليبي بالمناسبة، رئيس الاتحاد الإسرائيلي، سرسري يعني حتى في إسرائيل معروف إنه. شايف كيف؟ انتظر 45 دقيقة على الحاجز بلاتر، وألغوا لقاءاته مع كل المستوى السياسي، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وغدوه وروحوه. بعد بأسبوعين كان الكونغرس تبع الفيفا، اجت رئيسة الجمهورية تحدثت، بتعرف الأوروبيين يعني كلمتين أنه إحنا دولة كذا وديمقراطية. قالت بس أنا بدي أحكي كلمة واحدة، أنا أشكر الفيفا اللي هي قبلت بملعب بيتيا للفلسطينيين كي يتسنى لمنتخباتهم أن تلعب على أرضهم. القاعة صفقت لها وقوفا باستثناء رئيس الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الأمريكي. أنا بقول لك بلاتر في أعماقه وبدون أي استحقاق، وأنا بعرف قديش الضغط اللي بتعرض له، ولكن الرجل حر والرجل مؤمن بعدالة قضيتنا. وأنا بقول لك أنه يحبنا وهو معنا بمنتهى الشعور والالتزام الإنساني. هذا فلسطينيا، أما آسيويا ما مصلحته في التدخل إلى أي معسكر ينضوي؟ أنا بقول لك أشك أنه تدخل، وأعلن هذا الكلام. هذا الكلام كان للصحف، إنما في العمق يحكى عن معسكرين بين بلاتيني وبلاتر ينضوي تحتهما معسكرين آسيويين. شوف احنا مش طرف في هذا الموضوع، احنا مش طرف. وأنا بقول لك أنا شخصيا لو ترشح بلاتيني وبلاتر بكره راح اصوت لبلاتر. من حيثية العلاقة؟ لا مش من حيث العلاقة، أنا بقول لك كعربي، سيبك من الموضوع الفلسطيني. أنا بقول لك كعربي أنا راح اصوت لبلاتر، وأنا بلاتيني صديقي وزارني، وأنا ما في سنة بشوفوش مرتين أو ثلاث مرات. بس أنا بقول لك إذا بتحكي أنت في عالم ثالث وإذا بتحكي في عرب، لا بلاتر أوكي. وأن إحنا مش طرف في الاصطفاف، في هذا الاصطفاف. وأنا بقول لك كمان إحنا مش إمعات، لا عند بلاتر ولا عند بلاتيني. إحنا في إلنا مصالحنا كآسيويين، وفي إلنا كمان خارطة مصالحنا كعرب، ويجب أن نحميها. هذا ما أعتقده أنا وما أؤمن به، وأنا بحكي على رؤوس الأشهاد. وهذا الكلام أنا بحكيه بالمناسبة لبلاتيني. طب هل المصلحة الفلسطينية من خلال العلاقات ما ترجمت بنتائج الفرق الفلسطينية بالألعاب الفردية أو المنتخبات بالألعاب الجماعية؟ يا سيدي خصوصا كرة القدم. يا سيدي احنا أول مرة بصير في عندنا دوري منتظم في تاريخنا، أول مرة بصير في عندنا ملعب بيتي، وبصير في عندنا رياضة نسوية، وإحنا بنلعب على أرضنا، وعندنا فرق لكل الفئات العمرية إناثا وذكورا، وعندنا فريق، وعندنا دوري محترفين. وإحنا بعض الدول العربية للأمانة تساعدنا بالانفتاح الرياضي علينا. يعني إخواننا ليش هالمساعدة ما بتنجر على أنه نحن نستفيد من اللاعبين المنتشرين في المنطقة، وحتى في لاعبي داخل فلسطين، الأراضي الفلسطينية 48، لدعم وتنشيط حركة المنتخبات؟ شوف يا سيدي، إحنا مررنا قرار في الفيفا الفلسطيني الذي يحمل شهادة ميلاد لأبوه أو جده من حيث الأب أو الأم بعد زمن الانتداب فلسطين يلعب في المنتخب الوطني. وهذا ما حصل. وفي لاعبين عندنا من 48 في عندنا لاعبين، حتى ان احنا افضل مهاجم عندنا مدافع من امريكا اللاتينيه بكاس الاتحاد، امريكا في شيكاغو، في الولايات المتحده، ايه، وفي تشيلي وفي فرنسا وفي الكويت. عموما ترجم هالموضوع بكاس التحدي الاخير يا سيدي بكل البطولات. انا بقول لك احنا والمجال مفتوح، واحنا في الدوري الفلسطيني لا نشرك الا اللاعب الوطني الفلسطيني على اساس ننميه. واحنا بالزمانات احنا كنا كيس رمل يا اخوي للعرب، كيس رمل. احنا اليوم ند منافس، واحنا شاركنا وبنشارك، وانا بقول لك انه فرقنا في تطور، ولكن احنا برضه في عندنا حتى الان الموضوع المصادر الماليه. احنا ناس لا عندنا بترول، بس عندنا كرامي، ولا عندنا سوق حره، بس عندنا كبرياء. فاحنا بنأمل انه يكون في هناك خطه عربيه لصالح الشباب والرياضه في فلسطين، ما لهاش علاقه بالوصايه وما لهاش علاقه بتحميل الجميل، إلا علاقة بالأمن القومي والمصلحة القومية العربية لبناء منظومة من المنشآت لصالح الرياضة الفردية والجماعية. أما يا سيدي إحنا بإمكانياتنا المتواضعة بنشتغل وصار في عندنا رياضة، والرياضة في فلسطين أصبح إلا حضور وطني إقليمي دولي، وبالعكس أصبحت وسيلة كثير ولغة كثير مسموعة في خدمة أهدافنا وطموحاتنا وتطلعاتنا الوطنية، وهذا الشيء بنعتز فيه وبنفتخر فيه. قدام الإطار الضيق اللي حاطينه للرياضة الفلسطينية، هل كيف تنظرون إلى اللاعبين والرياضيين المنضوين في داخل أراضي 48؟ هناك الفرق الإسرائيلية وحتى المنتخبات تستقطب عدد كبير من اللاعبين ومستوياتهم جيدة. يا سيدي أنا مثل ما قلت لك في منتخباتنا الوطنية في كل الفئات العمرية من أهلنا في 48 هم موجودين تحت الاحتلال، لعبوا في فرق، وفي فرق عربية وطبعا ممكن تكون مختلطة، ولكن بالتأكيد في لاعبين وفي مهارات فلسطينية في كل مكان، والفلسطيني أينما ذهب أبدع. لمسنا هذا الموضوع بكأس التحدي الأخير، أينما ذهب اللاعبين من أمريكا اللاتينية رفعوا الراية الفلسطينية عالية. كأس التحدي اللي شارك جعرون من امريكا، مش من امريكا اللاتينيه، امريكا، من امريكا. حتى في الماراثون في بعض الرياضيين شاركوا في ماراثون اسبانيا قبل فتره. يا سيدي احنا موجودين في كل العالم، واحنا موجودين كفلسطينيين. اي رساله تصل عبر هذه النشاطات الرياضيه من الفلسطينيين الانتشار او حتى في داخل الاراضي؟ شوف احنا، وانا برايي متاخرين، ادركنا قديش الرياضه مهمه لعرض معاناة الشعب الفلسطيني ولعرض دورة إعلاني بارز ولعرض قيم الشعب الفلسطيني وأخلاق الفلسطينيين وعظمة الفلسطينيين. هذا الاكتشاف كان متأخر، ولكن برضو كمان شيء جيد. فإحنا بالنسبة إن الرياضة مش بس للترفيه ولا للمنافسة ولا للبرونزية والذهبية، كمان هي وسيلة لتحقيق أهدافنا الوطنية، لخدمة أهدافنا الوطنية. والرياضة لا تخضع للحدود ولا تخضع للغضب. من هون أنا بقول لك، وأنا كمسؤول أول عن الحركة الرياضية الشبابية في فلسطين، أنا بشوف قديش القلق اللي موجود عند الجانب الإسرائيلي. كيف سيترجم هذا القلق في ماراثون القدس المقبل؟ حنعمله غصب عنهم، وحنعمله ونحن صخور على صدورهم. أعتقد أن الصخرة الرياضية غير كافية، هناك هواجس أمنية، هواجس سياسية من جانبنا ولا من جانبهم؟ المفروض أنه من جهة المنظمين يا سيدي. يا سيدي ما عندناش مشكلة. قبل كم من يوم عملنا ماراثون في بيت لحم وشارك فيه ناس من 30 دولة، والإسرائيليين منعوا العدائين من غزة ومنعوا من دول العربية، معظم الدول العربية. هل أدى هذا الماراثون رسالته؟ الماراثون قسما بالله حجم الاهتمام الإعلامي كان أكثر من أي حدث في المنطقة. عموما هو الأول من نوعه بمعايير دولية. بقول لك، وهذا كان شيء منيح وشيء عظيم. ونحن أيضا سنجري في شهر 6، حنتوافق مع الجامعة العربية على تاريخ بالنسبة لماراثون القدس، وأنا متأكد أنه راح يحظى بنفس الاهتمام. موقفكم من الشركات الراعية للمناسبات التي قد تكون مشتركة بين الطرفين؟ والله شوف أحكي لك، يعني للأسف أنه في هناك شركات مثل أديداس، كراون بلازا، رعوا ماراثون قاموا الإسرائيليين في المناطق المحتلة، والعرب استكفوا بالشجب والإدانة. احنا بنأمل انه يتم تفعيل قرار المقاطعة في الجامعة العربية لشركات ترعى اي أنشطة او استثمارات في الأراضي المحتلة بما فيها شرق القدس. ولكن احنا يعني كفلسطينيين موقفنا من هذا الموضوع ثابت، وهي الشركات لازم تعمل مراجعة، بس كمان لازم تشعر بالخطر، لازم تشعر بأن السوق العربي يغلق في وجهها إذا ما استمرت، مرتبط ببعضه. طبعا. طب هل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد مؤخرا سيستطيع لعب دور بارز في هذا الموضوع؟ طبعا هم يفترض يكونوا هم العنوان، يفترض. بس أنت يعني شايف هذا الزمن العربي الرديء اللي يعني الله يكثر خير لبنان. تعرف اللي ذكروا فلسطين في الاجتماع الوزير اليمني، بالإضافة إلى كل القيادات اللبنانية التقينا فيها. الوزير فيصل كرامي يعني كلمته أنا برأيي كانت سيمفونية يجب أن تلحن من كل العرب. يمكن هذا أبرز النقاط اللي كان فينا نحن نخرج منها طبعا. وأيضا دولة الرئيس نبيه بري تحدث عن فلسطين وعن كيف كانت هذه الجولة على الفعاليات الرسمية اللبنانية. أنا بقول لك، وأيضا رئيس الجمهورية تحدث عن فلسطين وتحدث عن الدول العربي وتحدث عن ضرورة استعادة سوريا لدورها ولمقعدها في الجامعة العربية. وأنا بصراحة يعني يمكن ما سمعته، وأنا فعلا رديت على رئيس الجمهورية وعلى الأستاذ نبيه بري وقلت لهم فعلا أنتوا يعني خليتوا الأمل عندنا بفلسطين يظل موجود. وأنا بعتقد ما قلته أنت وما قاله الوزير بالنسبة لنا ويجب أن يكون لكل العرب بوصلة، وفلسطين يجب أن تبقى على ملاك كل العرب والمسلمين، ويجب أن تبقى البند الثابت على أجندة كل الدول العربية. هذا البند الثابت ربما قد تؤذيه بعض الحركات أو الوساطات التي تحدث في الداخل الفلسطيني. مثلا عبد السلام هنية ابن رئيس الحكومة في قطاع غزة إسماعيل هنية قام مؤخرا بعدة جولات مكوكية بين قطر تركيا ومصر، قام بدعوات لزيارة القطاع لبعض الفرق. كيف تقرؤون هذه الحركة؟ يعني أولا يعني هو عبد السلام شاب نشيط، ولكن أنا أقول لك ما حدا بتعاطى معه على أساس أنه هو عنوان العنوان، يعني هو بيقدر يدعي اللي بده إياه يعني. بس آخر النهار في هناك اتحاد وفي هناك لجنة أولمبية تمثل الرياضة الفلسطينية، وأنا بعتقد بأنه هذا خطأ إذا كان هو يعني بعتقد بأنه ممكن أن يكون بديل. ولكن هو يعني بحاول يخدم الرياضة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية. يقال أنه يحصل على دعم قطري مالي؟ يا سيدي يدعموا القطريين، ما عندناش مشكلة. وأنا قلت لهم تفضلوا، ما شعبنا المستفيد. وأنا بقول لك أينما ذهبت فخراجها عائد لهذا الشعب. الرياضة في فلسطين لن تكون جزءا من الانقسام. واللي بيقدر يجيب فلوس لغزة ومنشآت لغزة ويبني منشآت لغزة، يا سيدي احنا بنقول له شكرا شكرا شكرا. ولكن ما حدا بيقدر يعمل بطولات رسمية ولا حدا بيقدر يتلاعب. الماراثون اللي صار بغزة كان المفروض انه يصير بغزة مؤخرا لولا تدخل. معلش، لا هم اخطأوا. انا بقول لك هذا الماراثون اللي كانوا بدهم يعملوه منظمات دولية صحيح، وهم اخطأوا. انا بقول لك هم مش اوصياء على الناس، وما حدا يفكر انه هو الله سبحانه وتعالى انتدبه عشان يحدد للناس شو تحكي وشو تاكل وشو تشرب وشو تلبس. لما قيل لعمر بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، احنا في عصر العولمه، وما حدا يعتقد بانه بيقدر يستخدم الدين ويفرض افكاره وعقده النفسيه على فلسطيني واحد. المراه الفلسطينيه قاتلت في الجبهة السياسية قبل الحركات الإسلامية ما تتذكر أنه في احتلال، وسيبوهم من الموضوع الفاضي. وما بيقدروش يمنعوا لا مرأة ولا بيقدروا يمنعوا رجل، ونحن مجتمع محافظ. يا سيدي ما هي إيران مش دولة إسلامية، في مشاركة للمرأة، مش مشاركة يا رجل. اسمع مني، الفريق النسوي في كرة القدم منافس، صحيح، منافس على مستوى صحيح. آسيا، صحيح، شايف كيف؟ ولكن أنا بقول لك إنه حماس كحركة ما في عندها قرار إنها تمنع هذا الكلام، أما في عندهم مجموعة مأفونين ومعقدين وموتورين مش لاقين لهم شغلة، وبفكروا يعني الإسلام يجب ما، لا 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 لا، بفكروا الإسلام يجب ما قبله. وتصدقني هذول الناس بتلاقيه صار يصلي وعمره 30-40 سنة، شايف كيف؟ وخلص وبده يبدأ يناضل ضد ماضي الدين، مش هيك؟ فهذه يعني أول رياضة راح تبقى رياضة، واللي مش عاجبه هي مشكلته. رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ورئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، الحديث معك ممتع وشيق، مر الوقت بسرعة ولم نلحظ. شكرا لقبولك استضافتنا. شكرا لك يا سيدي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ملتقانا يتجدد في مناسبات رياضية أخرى، إلى اللقاء.